شباب، نهاركم زين ان شاء الله. جيتكم اليوم بعد غياب طويل، ماشي غير طويل 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 بزاف، طولت بزاف. راني من الفيديو تاع تعليب الطونه ما عاودتش وليت. واش نقول لكم، الغياب هذا ما ولاش عندي، تقدروا تقولوا ما ولاش كاين الشغف. والله ما على بالي واش جاني على اليوتيوب، والاخر بقيت شويه في تيك توك، مي اليوتيوب بعد خلاص. تلهيت بوتر شوز كيما بزاف منكم اللي يعرفوا، انا دو ميتي جو سوي ستيليست موديليست، دونك عاودت ريبرونيت لا كوتور ديالي شويه اي تو. على جال هادشي اللي بعد شويه من اليوتيوب. وتاني كاين نقص التفاعل، كاين بزاف صوالح اللي خلات هذيك اللهفه تاع اليوتيوب شغل نقصت. جاو ظروف، واليوم وليت معكم حبيت نتقاسم معكم اون غوسيت نتاع دجاج كنتاكي. كنت درتها ديجا وبارطاجيتها في لي غروب تاعنا، غوسيت ايكونوميك رابيد لمت العائله تبسمي روحسم، وبزاف منكم قالوا لي ديريها لنا. دونك اليوم قلت ندير لكم دجاج كنتاكي مع بطاطا محمره في الفوق. رانا في الصيف، سي دي بلا اللي يحبوهم ولادنا بزاف، نحبوهم حنا كبار وصغار، وصوالح خفاف. فت انا حاجه الاولى دجاج كنتاكي، فوزافي لو شوا اونتر دو شوز. بون هنا كيما راكم تشوفوا راني حاطه توم برك، دوك نوجدو مع بعض. فوزافي لو شوا اونتر دو شوز، دقيقه برك الحس برا بزاف. دونك في الدجاج كنتاكي فوزافي لو شوا اونتر دو شوز، تقدروا ديروا لي كويس ديريكتومون، سي دو بولي باني فوالا. تقدروا ديروا لي كويس ديريكتومون، ولا تقدروا ديروا شرائح كيما درتهم معاكم في لي غروب ديجا، شرائح كسو سوا تاع ديك الرومي ولا تاع لا داند وبيان دو بولي. وهي الطريقه نفسها، البطاطا كيف بطاطا محمره في لو فور تجي حاجه بنينه، ونرافقوها بين صوص مايونيز ندوزنوها حنايا. دونك انا حاجه الاولى اللي درتها دوك نوري لكم شنو هي. شوفوا كما انا لي كويس ديالي كبار، شوفوا كي يكونوا لي كويس ديالكم صغار ما ديروش واش درت انا، نخدموهم ديريكتومون في لا مارينات. مي انا لي كويس ديالي كبار، شوفوا دونك نخاف ما يطيبوليش من الداخل. درت طنجره هكذا كما راكم تشوفوا، لا كوكوت فيها الماء فيها الملح فيها زعتره وفيها الرند. حكمت لا بوم دو تيغ تاعي، نقيتها وغسلتها مليح، وقطعتها براج كبار كيما نقطعوهم للجواز، مي با اوسي خشان فوالا، كيما نديرو بطاطا كباب هكذا. ما حبيتش ندير كل حاجه وحدها، درتهم في نفس الطنجره ونخليهم يغليو دوكا واحد 10 مينوت. من جهه باش لي كويس تاعي نحي لهم لابو باسكو ما نحبوهاش، ومن جهه واحده اخرى يدخلهم شويه طياب باش نضمن كي نقليهم يجوني ملح. والبطاطا تاني، البطاطا تاني لازم يدخلها شويه طياب باش ما تشدناش بزاف، هكذا راهي مليحه. دوك نقطرهم ما تشدناش بزاف طياب في الفوق. وعلاش درتهم مع بعض؟ باش البطاطا تاخذ البنه نتاع الدجاج، يسمى تجينا بنينه بلوس. مي تقدروا كي يكونوا عندكم لي كويس دو بولي شويه صغار ديروهم ديريكتومون في لا مارينات، مي البطاطا لازم تغلوها بوندون 5 à 8 مينوت با بلوس. داكوغ 5 à 8 مينوت. وهاد الماء بيان سور تقدروا تحتفظوا به باش ديروا به ان بويون. هذه هي ان بويون لا سوب ولا شريبه ولا اي حاجه، سمحت حاجه ما تترمى. كما قلت لكم تقدروا طيبوهم سيباريمون. دوك انا نقطرهم ونجي باش ندوزنوهم مع بعض. دوكا بعد ما البطاطا ديالنا دخلها طياب، كاين اللي طابت لي شويه زياده بصح ما عندها حاجه. الحاجه الاولى اللي درتها انايا وشنو هي، شعلت لو فوق. شعلت لو فوق، انا جاي ان فوغ الكتريك، دونك نتوما تو ديبون لي فوغ ديالكم. انا شعلت لو فوغ تاعي من الفوق ومن التحت على اقصى درجه. داكوغ، دوكا نجي نحط مقدار من الزيت باسكو علاه باش نخدمو هاد لا مارينات. قيس نقولو 3 كويغات سوب هكاك تاع الزيت، نحط عليهم نسكرفج عليهم سنينه تاع التوم. يعني عندو التوم بودره يخدم بتوم بودره. بون لهنا انا عندي 4 سنينات، جو بارطاجي اون دو، زوج نديرهم لو بولي وزوج نديرهم لهنا. وسمحوا لي على الحس، راكم تعرفوا سي لي فاكونس، الدراري برا دايرين حاله. فوالا زوج سنينات توم. شوفوا لا مارينات لي زيبيس تاعها نتوما واش تحبوا ديروا. ندير دو كويار صغار، يسمى هكذا
عندي كوفي ديال اون كويير ا سوب. ناخذ دوسي جوج الطيب اللي ما يحبهاش ما يديرهاش، نجيب لاغاب ديالها. اللي ما يحبش جوج الطيب ما يديرهاش، انا نحبها مع لا بوم دو تير هكا. رشات جوج الطيب دونك بور لو مومون. درنا جوج الطيب، درنا لا موتار، نوجدو لو بلا تاعنا يكون فيه ورق زبده ورق طهي. نديرو الملح، ما نساوش بلي البطاطا تاعنا طايبه بالملح دونك ما نكثروش. عندي هنايا فلفل عكري حار، اللي ما يحبش الحار يدير حلو، انا بناتي ياكلوا لي الحار ما عندي حاجه. دونك ندير فلفل عكري حار، ندير فلفل كحل، لي زيبيس قلت لكم نتوما واش تحبوا، تقدروا تستعملوا نفس لي زيبيس كيمنا كيمنا، يسمى كي الدجاج كي 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 البطاطا. هنا عندي انايا هاد لي بيس سبيسيال فيوند، فوالا ندير منها شويه. هكذا عندي هنايا لي زيرب دو بروفانس، تقدروا ديروا زعيطره، انا جو بريفير لي زيرب دو بروفانس بيسك غليتها بزعيطره. نزيدو لي حبي يدير توابل الدجاج يدير، انا ندير شويه كركم. فوالا نزيد شويه كمون، كي شغل دوزينه تاعنا تاع زمان قبل ما يكونوا عندنا توابل الدجاج. شويه كمون، ما نكثرش باسكو الكمون نعرفو قاصح، شويه سكنجبير. فوالا هكذا نكون كملت لا مارينات تاعي، بقات لي غير القرفه، اللي ما يحبش لوكو تاعها ما يديرهاش. هذه هي لا مارينات ديالي، نخلطها مليح هكذا، وندهن بها كامل لا بوم دو تير تاعي، وندخلها في لو فور. تقدروا هنايا واش تزيدوا، تقدروا تزيدوا ليها وخ ناتور، تقدروا تزيدوا الفروماج غابي داكور. انا جو بريفير ما نزيد والو، نخليها غير هكذا وتجي بنينه تجي هايله. تقدروا تزيدوا طوماطيش تاع الباطا الهريسه، انا قلت لكم درت العكري الحلو الحار بيتو، دونك ما نزيد والو، هذه تكفيني. دوك ندهن البطاطا تاعي ونتلاقاو. هاي ليك البطاطا تاعي، دوكا واش ندير، ندخلها للفوق. ديجا راهي طايبه بريسك 90% تقدروا تقولوا، دونك ندخلها تتحمر من الفوق ومن التحت، ونبداو نخدمو في الدجاج. ما تضلوش تكثروا عليكم الماعن، في نفس لاباسين نديرو مقدار تاع فارينه، انا درت كاس، نزيدو عليه كاس نتاع الماء، كاس نتاع الماء. نجيو نديرو الثوم اللي خلينا، خلينا زوج سنين الثوم، فوالا نسكب جوهم. اللي عنده ثوم بودره يدير ثوم بودره، انا ما عنديش خلاصت لي. دونك زوج سنينات نتاع الثوم، فوالا هكا نديرو واش درنا مقبل، ندير جوج الطيب غير شويه رشه صغيره هكا، نزيد العكري الحار اللي ما يحبوش ما كان له يديرو، يدير الحلو، ندير العكري الحار، ندير الفلفل الكحل، فوالا الملح باش ما يجيناش صامط. لي زيرب دو بروفانس ما نكثروش باسكو راهو ديجا مع الزعتره طايب. لا موتارد، فوالا لا موتارد، تنحينا حتى الزفوريه هذيك تاع الدجاج. هنا واش نديرو حاجه زياده اللي ما درناهاش من هيك، نديرو مغرف تاع خل بيان سور، ما نديروش الزيت،
ندور نكملوا لي زيبيس ديالنا، نديروا القرفه فوالا، شويه كمون، لي ميم زيبيس باش في الطبق يجينا لو ميم كو. لو بولي ما تجيش اون ديفيرسيتي كبيره في لو كو حتى تتلف فينا، باسكو كي ديروا لي كو يفو ميو لي ماريي. شويه كركم، شويه سكنجبير، ان شاء الله تنال الوصفه هذه اعجبكم، ان شاء الله نصيب دعم صافا مونكوراجي باش نعاود نولي اليوتيوب. نجو دوكا نخلطو لوتو، ان شاء الله ما نسيت والو. هكذا فوالا، هكا هذه هي المارينات تاعنا. تقدروا تزيدوا لها توابل الدجاج. دوك واش نزيد لها؟ نزيد لها حبه بيض باش تحكم لي بيان، وكل واحد وطريقته باش يدير الكينتاكي. كما كيكونوا لي كويس صغار ما تحتاجوش تمرهم، غنغلوهم كما لكم هكا. انا زدت هذيك لي بيس لي درتها من قبل تاع الدجاج، باسكو نسيت ما درتهاش، راني زدتها دوكا نخلطها برك. شوفوا هي تمد كولور روج، نخليها هكا، نخلي الدجاج تاعي هكذا يتمارينا شويه. راكم تشوفوا هاد الحموره اللي راهي، هادي من لي بيس، سي اون بيس اسبانيول، غادي يستعملوها البولي هاشي لا فيوند هاشي، مي بنينه فريمون بنينه. دونك نخلو هكذا الدجاج تاعنا يتمارينا واحد النص ساعه حتى لساعه قد ما تقدروا خليوه، باش من بعد نجوزوه في لاشابلور ونقلوه. هاوليك منين داك نقلبوه، وهذه هي، هذه هي لا مارينات ديالنا. ومن بعد نعاودو نتلاقاو. نرافق الدجاج تاعي والبطاطا تاعي، درت هنايا عندي صوص مايونيز ديجا بريباري تاع ماشي تاع الدار تاع الشريه، نجي ندير عليها لا موتارد، باسكو على بالنا بلي تاع الشريه بون سورتو لي صوص الجيريان ماشي مدوزنين. ندير لها لا موتارد هكذا، تقدروا ديروا الثوم مي انا كوم استعملت الثوم بزاف ما حاش ندير. ندير لها عصره تاع قارص، ندير لها العكري تاعي الحار بيسك جو لافو ان بو بيكونت، تقدروا ديروا هريسه، انا حندير شويه عكري حار. هذه لاصوص اللي حرفت بها، ما حاش نزيد الملح، اللي يحب يزيد الملح من بعد الحاصول كي ندوقوها اللي تبان. فوالا دونك واش درت؟ درت مايونيز داكور، شويه تاع موتارد، وشويه تاع عكري حار. تقدروا ديروا كاريمون هريسه هاي ديك. هذه هي لاصوص اللي حنرافقوا بها الدجاج. دوك نجو الدجاج تاعنا او تمارينا، البطاطا تاعنا راهي تحمر، دوك نبداو نديرو زيت غزير ونخدمو الدجاج تاعنا في لاشابلور. لاصوص تاعنا نحطوها دو كوتي، نجو شوفوا لهنا عندي لاشابلور، كي تخدمو الكينتاكي لاشابلور ما تصيروهاش، فوفوي خلوها خشين ورقيق. تجو لهنا ناخذو لو بولي تاعنا بيان سور، راه مليح في لا ماريناد، اشرب شويه نديروه لهنا هكذا، خاوت نفضوه فيه هكذا فوالا، حتى هو شغل يتخربش، فهمتوا؟ كي ديروا له هكذا شغل يبدا يتخربش وحده، ونحطوه في الزيت يتقلى، تكون الزيت بدات تسخن. وكاين لي لا شابلور يزيد لها لي شيبس، كل واحد كيفاش يخدم، حنا نخدمو بلي مويان دو بور. هكا بطاطا تاعنا ديجا راهي تتحمر، الزيت تاعنا راهي تغلي فوالا. هكا شوف انا فلاو يبان لكم، يجي يبان مخربش، كي تبدا الزيت تغلي نقصو لها ونخلوه يطيب. علاش؟ باش يطيب لنا من الداخل. نزيد اونكور حبه معاكم، شفتوا حاجه سهله بنينه، لي زونفو يحبوها والكبار وسي يحبوها. هاكا ننفضوه فوالا، شوفوا التخربيش اللي يجي.
هاوليك شوفوا البطاطا تاعي كيفاش تحمرت، شوفوا هاوليك الدجاج تاعي، شوفوا خلوه يطيب بيان، شوفوا سمعوا فواي يجي يابس من برا ويجي بنين من الداخل، طيب طمناه. هيدا كون وصلنا لنهايه الفيديو، نقسم لكم حباطه البطاطا تشوفوها، ها شوفوا تجي مقرمشه من الداخل من برا وطريه من الداخل. لاصوص اللي خدمناها مع بعض هايليك، ترافقوا بها لا بوم دو تير. هكا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى نلقى تعليقاتكم، نتمنى نلقى تفاعل تاعكم داكوغ. نتمنى نعاود نولي معكم اليوتيوب، محتاجه برك شويه تشجيع من عندكم. هكا نقول لكم جربوها وردوا لي بالخبر، صحه فطوركم ولا صحه عشاكم، والله يفرقنا بلاد نور ان شاء الله.